السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح تحديث آخر الانتقالات وكذلك تحديث الأطقم للعبة إي فوتبول بيس 2021، وهذا الأوبشن فايل متوافق مع الكمبيوتر وأيضا البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4 أو البلاي ستيشن 4. هذا الأوبشن فايل متوافق مع جميع هذه الأجهزة وشغال بدون أي مشاكل، وسوف يقوم بتحديث الأطقم لجميع الدوريات وكذلك تحديث الانتقالات الصيفية حتى شهر يونيو 2022. ولكن قبل الدخول إلى صلب الموضوع، لا تنسوا دعم القناة، وأيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس التنبيهات لكي تتوصل بأي جديد على هذه القناة. والآن سوف نبدأ على بركة الله. أولا تقومون بالذهاب إلى هذه المدونة، سوف تجدون رابط التدوينة أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. بعد الضغط على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، تقومون بالذهاب إلى الأسفل، سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع، أيضا حجم ملف الأوبشن فايل 1.75 جيجا بايت، تاريخ إصدار الأوبشن فايل في 29 يونيو 2022 ولا يزال جديد. أيضا هنا ملاحظة، كما ترون الأوبشن فايل خاص للكمبيوتر والبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 أو بلاي ستيشن 5. أيضا هنا صور توضيحية لكيفية تركيب الأوبشن فايل والصور بالترتيب، ويجب أن تقوم باتباع نفس الخطوات الموجودة داخل الصور، وسوف أشرح لكم جميع هذه الصور بالترتيب لاحقا كما ترون. أيضا هنا صور لبعض الأطقم الجديدة بعد إضافة الأوبشن فايل على اللعبة كما ترون، تحديث الأطقم، وهنا سوف تجدون الشرح أو الفيديو، وهنا في الأسفل سوف أضع لكم روابط التحميل. لاحقا سوف تجدون روابط التحميل هنا، فأنا لم أقم برفع روابط التحميل بعد، لكن لاحقا سوف أقوم برفع روابط التحميل هنا، ويمكنكم النقر على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو، ثم يوجهكم لهذه التدوينة، وسوف تجدون هنا في الأسفل روابط تحميل الأوبشن فايل. فيجب أن تقومون بتحميل البارت 1 أو الملف رقم 1، كذلك الملف رقم 2، كذلك الملف رقم 3، وكذلك الملف رقم 4. فالأوبشن فايل قد قمت بتقسيمه إلى 4 ملفات لكي يمكنكم تحميل الملفات بسرعة وبدون أي مشاكل، فيجب أن تقومن بتحميل جميع هذه الملفات كما ذكرت. بعد ذلك تقومن باستخراج الملف رقم 1 هكذا، بعد ذلك يظهر معكم ملف على هذا الشكل. تقومن أيضا باستخراج الملف رقم 2 بنفس الطريقة، بعد ذلك يظهر معكم ملف على هذا الشكل. تقومون أيضا باستخراج الملف رقم 3 أيضا بنفس الطريقة، ثم يظهر معكم ملف على هذا الشكل. تقومون أيضا باستخراج الملف رقم 4، بعد ذلك يظهر معكم ملف على هذا الشكل. بعد استخراج جميع الملفات كما ترون، ملف رقم 1 و2 و3 و4، تقومون بإنشاء ملف جديد على سطح المكتب هكذا كما ترون، ثم تقومون بالذهاب إلى الملف رقم 1، تقومون بنسخ هذا الاسم كما ترون، فقط تقومون بالضغط عليه الزر الأيمن ثم رينومي، ثم تقومون بنسخ هذا الاسم VPS copy، ثم تقومون بالذهاب إلى الملف الذي قمنا بإنشائه على سطح المكتب هكذا، ثم تقومون بوضع ذلك الاسم الذي هو VPS كما ترون. بعد ذلك تقومون بالذهاب إلى الملف رقم 1، ثم إلى هذا الملف، ثم تقومون بنسخ هذه الملفات كوبي أو كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى هذا الملف VPS، ثم تقومون بنسخ الملفات هنا على هذا الشكل. بعد نسخ الملفات تقومون بالذهاب أيضا إلى الملف رقم 2، ثم إلى هذا الملف، ثم تقومون بنسخ جميع هذه الملفات كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى ملف VPS الذي قمنا بإنشائه، ثم تقومون بالضغط على كولي أو نسخ.
بعد ذلك تقمنا أيضا بالذهاب إلى الملف رقم 3 ثم إلى هذا ثم تقمنا بنسخ جميع هذه الملفات كوبي فقط هذه الملفات ثم إلى ملف الوي بي اس ثم تقمنا بنسخ الملفات على هذا الشكل. بعد ذلك أيضا تقمنا بالذهاب إلى الملف رقم 4 ثم إلى هذا الملف تقمنا بنسخه كوبي الخاص بالدوري البرازيلي ثم تقمنا بالذهاب إلى الملف وي بي اس ثم تقمنا بالضغط على كولي أو نسخ. بعد نسخ جميع الملفات هنا في ملف الوي بي اس تقومون فقط بالذهاب إلى هذا الملف هكذا ثم تقومون بنسخ جميع هذه الملفات كوبي ثم تقومون بالذهاب إلى الدوكيمو وهذا خاص للأشخاص الذين يريدون إضافة هذا الأوبشن فايل على الكمبيوتر. أما الأشخاص الذين يريدون إضافة الأوبشن فايل على البلاي ستيشن 5 أو البلاي ستيشن 4 فيجب أن تقومون بعمل فورمات ل الفلاش اي اس بي بصيغه الفات 32 يجب ان تقوم بعمل فورمات بصيغه الفات 32 للاشخاص الذين يريدون نسخ الاوبشن فايل في البلاي ستيشن 4 او البلاي ستيشن 5. اما الاشخاص الذين يريدون اضافه الملف او الاوبشن فايل في الكمبيوتر تقوم بالذهاب الى الدوكيمو ثم الى كونامي ثم الى هذا الملف اي فوتبول بيس 2021 ثم الى ملف الوي بي اس ثم تقمنا بنسخ تلك الملفات على هذا الشكل كولي. بعد نسخ الملفات في ملف الوي بي اس كما ترون للكمبيوتر تقمنا باتباع نفس الخطوات التي سوف اشرحها لاحقا في الصور فقط ابقوا معي. اما الاشخاص الذين يريدون تركيب او اضافه الاوبشن فايل على البلاي ستيشن 4 او البلاي ستيشن 5 يجب أن تقمن بالذهاب إلى الفلاش ESB ثم تقمن بعمل فورمات للفلاشة وتحويلها لصيغة الفات 32. ركزوا معي جيدا هنا يجب أن تقمن بعمل فورمات للفلاش ESB بصيغة الفات 32 لكي يشتغل معكم الأوبشن فايل. ثم بعد ذلك تقمن بالذهاب إلى ملف هذا الملف الوي بي اس تقمن بنسخه كوبي ثم تقمنا بوضعه في الفلاش ESB فمثلا هذه هي الفلاشة على سبيل المثال تقمنا بالدخول إليها وتقمنا بنسخ ملف الوي بي اس وكما ذكرت قبل نسخ الملف يجب أن تقمنا بعمل فورمات للفلاش ESB بصيغة الفات 32 ثم بعد ذلك تقمنا بالدخول إلى اللعبة بعد إضافة الفلاش ESB أو إضافة الملف في ملف الوي بي اس الخاص بالكمبيوتر نسخة الكمبيوتر تقمنا بالذهاب إلى اللعبة تقمنا بالدخول إلى لعبة بيس 2021 ثم تقمنا باتباع نفس الخطوات الموجودة داخل هذه الصور وهذه الصور كما ترون سوف تجدونها هنا أيضا في المدونة أو التدوينة. الآن سوف أشرح لكم الصور لكيفية تركيب الأوبشن فايل من داخل اللعبة سواء على الكمبيوتر أو بلاي ستيشن 4 أو بلاي ستيشن 5 قوموا بنفس هذه الخطوات. تقمنا بالذهاب إلى الملف سيتينج بعد تركيب ملف الوي بي اس ثم إلى ملف إيديت ثم إلى هذا الملف كما ترون ديليت إيماج ثم إلى هذا الملف كما ترون أول تقمنا بالدخول إليه ثم تقمنا بالتعليم على الخيار الأول ثم تقمنا بالضغط على أوكي ثم بعد ذلك تقمنا بالذهاب إلى Import Team ثم تقمنا بالتعليم على جميع هذه الخيارات تقمنا بتعيينها جميعا ثم تقمنا بالضغط على OK ثم بعد ذلك يواجهكم هذه الصفحة تقمنا بالتعليم على الخيار الأول والثاني ثم تقمنا بالضغط على OK. بعد ذلك تنتظرون حتى يتم تحميل جميع الملفات الموجودة داخل ملف الوي بي اس الذي يوجد في الفلاش اي اس بي او ملف الكونامي الخاص ببيس 2021 على الكمبيوتر. كما ترون هناك 604 ملف تقومون بتحميلهم جميعا من داخل اللعبة
تنتظرون حتى ينتهي التحميل كما ترون، ثم بعد ذلك تقومون بالذهاب إلى import competition كما ترون، ثم تقومون بالتعليم على جميع الخيارات أيضا بنفس الطريقة، ثم تقومون بالضغط على OK سوف تجدونها هنا في الأسفل، ثم تقومون بالضغط على هذا الخيار ثم OK، ثم تنتظرون حتى ينتهي من تحميل جميع الملفات، وبعد ذلك تقومون بالدخول إلى أي نادي تريدون أو إلى أي مباراة، وسوف تجدون قد تم تحديث آخر الانتقالات الصيفية حتى شهر يونيو 2022، مثل انتقال لاعب هالاند إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك انتقال لاعب سيرخيو ماني إلى نادي بايرن ميونخ، وغيرها من الانتقالات الجديدة داخل هذا الأوبشن فايل. كذلك تحديث الأطقم لجميع الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والدوري البرازيلي والدوري الفرنسي وغيرها من الدوريات الأخرى، سوف يتم تحديث الأطقم للموسم 2022 والموسم 2023، فقط تقومون باتباع نفس الخطوات التي ذكرتها الآن في الفيديو. وكما ذكرت هذا الأوبشن فايل متوافق مع الكمبيوتر وكذلك مع البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4، لهذا يمكنكم تركيب الأوبشن فايل على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 بدون أي مشاكل. وهكذا قد انهينا الشرح، ولماذا لدي أي تعليق أو أي استفسار ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو وسوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. وكذلك لا تنسوا زيارة حسابنا على الإنستغرام وصفحتنا على الفيسبوك والجروب الخاص بالفيسبوك، سوف تجدون جميع الروابط أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. وهكذا قد انهينا الشرح، وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك وشير، ودمتم في أمان الله. Cause I've been living life right like I can.